شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. 1-1 ونتيجه الشوط الاول بين الاهلي وغزل المحله مواليد 2005. احرز لغزل المحله في الدقيقه 22 عاطف عبد الحكيم من خطا ساذج من حارس مرمى النادي الاهلي حازم جمال، ليتقدم غزل المحله في الدقيقه 22 في عمر الشوط الاول. أدرك التعادل للنادي الأهلي في الدقيقة 38 واستفاقة للنادي الأهلي في آخر ربع ساعة عن طريق اللاعب فارس خالد من تسديدة قوية تسكن شباك حارس مرمى غزل المحلة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1. كابتن حشيش، شوط أول غير متوقع، بداية ضعيفة جدا من لاعبي النادي الأهلي. غزل المحلة بيجيب هدف من خطأ ساذج من حازم جمال في الدقيقة 22، أدرك اللاعب النادي الأهلي آخر ربع ساعة وقدروا يرجعوا للمباراة مرة أخرى. طبعا أداء متوسط من لعيبة النادي الأهلي فعلا غير متوقع، كان المفروض يبقى فيه جدية وحماس أكتر من كده من بداية المباراة. قلنا على حاجات في قبل المباراة إن لازم تتعمل، طبعا لازم يكون في ضغط أقوى من كده على لعيب المحلة، قلنا هيبقى فيه تكتل من لعيبة المحلة، بالتالي كان لازم يبقى فيه لا مركزية من لعيبة النادي الأهلي، إنما الأهم من ده كله هو الريتم البطيء بتاع النادي الأهلي. يعني التكتل ده بيبقى عايز الكرة لما تتقطع في نص الملعب يبقى فيه تحركات من نص الملعب، المهاجم والفراودة يعمل خلخلة شوية في المدافعين، ما شفناش الكلام ده في بطء بطء، الكرة بتطلع من المساكين بشكل بطيء، بيكون طبعا فرقة المحلة اتستفت أو ترتبت حوالين ال 18، بيبقى صعب انك يبقى في اختراق. قلنا برضو سلاح التصويب ما شفناش الا يمكن كره او كرتين بعيد عن المرمى، يمكن الهدف الوحيد اللي جبناه من تصويبه من بره، لان يعني انا شايف ان حارس المرمى بتاع المحله برضو يعني دي احدى الفرص الضائعه في الشوط. طبعا محمد عبد الله حطها بطريقه يعني بص يعني طريقه سيئه صراحه، كان لازم يبقى في تركيز وكان لازم الكره انت كابتن اسامه طبعا انت اللي يعني قلته سلاح التسديد، يعني راس حربه في الحته دي لازم تحط في الاتجاه الثاني على طول على يمينه بالقرط عشان تطلع بالجبهة قويه. فطبعا صعب يعني صعبه شويه، يمكن هي الكره الوحيده هي اللي لف وشاط من بعيد، هو ده السلاح الاساسي في موضوع التكتل الدفاعي. لازم الكابتن حسن يعمل بعض التغييرات ينشط شويه، لازم اللعيبه تبقى اكثر حماسا وقوه في الكوره، لازم الريتم يبقى اعلى من كده، لازم يبقى في حركه من المهاجمين، ما يبقاش اللعيب مستني لما زميله بيمسك الكوره عشان يتحرك بعد كده، لا التحرك من غير كوره مهم جدا جدا في الحته دي. نتمنى ان يبقى في بعض التغييرات في بعض المراكز تقدر تعمل حيويه ونشاط اكتر من كده، ولازم برضو النادي الاهلي يضغط من الشوط الثاني من البدايه، لان طبعا النتيجه 1-1 دي لسه متعلقه. يعني دكتور ثابت، شايف الشوط الاولاني ازاي؟ خاصة في بداية المباراة الأهلي ابتدى أول 5 دقايق بضغط عالي جدا، شفنا خطأ ساذج من حارس المرمى بينم عن هدف لغزل المحلة. لعيبة النادي الأهلي كان في يعني قلق شوية بعد الهدف، قدروا يرجعوا في آخر 15 دقيقة وبدأوا يشتغلوا كل الشغل أنتوا قلتوه قبل المباراة، الأطراف، سلاح التسديد، الضغط، كان من الأولى إن احنا نبتدي المباراة بهذا الشكل. بصراحة ما عجبنيش الشوط الأول من أداء النادي الأهلي، لا محتاجين شغل كتير في ما بين الشوطين. أجمل ما في الشوط الأول فقط هو توقيت الهدف التعادل للنادي الأهلي، إن أنت اتعادلت في الدقيقة 39 ده يخليك إن أنت تقدر في الشوط الثاني إن شاء الله ترجع، والنادي الأهلي قادر على العودة. النادي الأهلي عنده مشاكل في الشوط الأول من وجهة نظري، أول واحدة وسط الملعب سيء جدا، التمركز بتاع اللعيبة الثلاثة اللي في وسط الملعب انا شايف ان في مشكله، في احمد وحيد في حته والثلاثه اللي قدامه كباقة وفارس خالد في حته، يعني ما بينهم مفيش ربط، في جاب كبير قوي في وسط الملعب. الحاجه الثانيه زي ما كابتن محمد قال، البطء في تحضير الهجمه من تحت. ليه في بطء؟ لازم العب اسرع. الحاجه الثالثه مفيش عمق هجومي، الماتش زي ده محتاج فرودين يعملوا لك عمق، او فرود واحد زي محمد. ليه محمد رأفت موجود؟ يعني لازم بين الشوطين اول تغييره تكون محمد رأفت على طول، لازم يبقى عندي مهاجم لازم، انا مفتقد للعمق، الفرقه ما بتطلعش على حد. لازم تغييرين، انا شايف ان لازم طريقه اللعب تتغير، شايف ان 3 ارتكاز في ماتش زي ده لا العب ب2 ارتكاز وصانع العاب،
توظيف يوسف عفيفي كمان ادخله كصانع العاب افضل بكتير، العب اربعه دي يوسف عفيفي هو على الفرق. العب 4-2-3-1 يا كابتن اسامه، اكتفي باحمد خالد كباقه وفارس خالد، اسحب احمد وحيد مع تواجد عبد الله بستانجي واحمد عبدين اثنين مساكين، وادخل عفيفي صانع العاب، وانزل واحد زي هشام مصطفى اللي هو رقم 16 ده، لعيب وينج، لعيب مميز اقدر انزله ناحيه الشمال، وادخل رأفت. لازم تغييرين ما بين الشوطين على طول، اعمل عمق صحيح، العب برتم اسرع، اعمل ضغط عالي. النادي الاهلي قادر على العوده وان شاء الله تكسب بنتيجه كمان، يعني تكسب تجيب جون والثالث كمان. النادي الاهلي دي امكانياته ودي قدرات الفرقه دي. فالشوط الاول لا، في مشاكل، احنا قلنا فرقه غزل المحله متكتله، قلنا حارس غلط، هتلعب 5-4-1 5-4-1 وواقفين ورا. انا احل الموضوع ده ازاي؟ حاجه كمان مش شايفها، مفيش تقدم للظاهرين. يمكن لو جبنا اللعبه اللي هي في الدقيقه 30 والثانيه 32 العرضيه ده الوحيده، ده الهدف، ده الهدف اللي دخل في النادي الاهلي، ده الهدف، ده خطا من حارس المرمى اكيد. يعني ده الاخطاء اللي هي اخطاء فرديه. خلي بالك، بص لو عدنا الهدف تاني لو سمحت ذكروا، هو الهدف بيعبر، بص اول حاجه اللعيب ما مسكش الكوره، هو فكر ان انا مسكت الكوره وعايز العب اللعبه الثانيه واجري. بص الحارس، بص حارس المرمى هو بص عايز يفكر ان انا قبل ما امسك الكوره العب بسرعه. طب امسك الكوره الاول، اضمن الكوره، لازم صدرك ورا الكوره وبطنك ورا الكوره عشان احنا الحركه دي بتلخص. لو عدنا كوره ثانيه برضو معلش، ازاي الراجل كده يقطع يعني يقطع من المساك والمساك لسه بيتحرك، بستانجي في الحته في الكوره دي، يعني بص هو بتتلعب بقى، بص متوقع الخطا، بص هو رايح فين، بص تحركه، بص بص الراجل ده كده لوحده، ايوه كان ممكن تتلعب له صح ويجيب جون عادي. يعني هو ضمن ان حارس المرمى خلاص الكوره عنده، بس وهي بتتلعب لازم اروح مع الراجل، لان الراجل الراجل مش اوفسايد، الراجل رايح في الحته فاضيه خالص. هو خطا من حارس المرمى اكتر برضه. ما هو اساسي، ده هو اساسي، حارس المرمى كان يقدر يمسكها بمنتهى السهوله. احنا بنقول عمر يعني حازم جمال من الحراس المميزين، وهنقول ان دي يعني خطا، بس وبعدين هنا الكوره برضه لازم تطلع، عايزين بقى رد فعل. ممكن الحارس يغلط عادي، ممكن مدافع يغلط عادي، مفيش مشكله، المهم ان انت فين رد فعلك كفريق، فين شخصيتك النادي الاهلي الشوط الثاني، ان انا انزل بقى من اول ربع ساعه اجيب الجون الثاني اخلص الماتش عشان الماتش يفتح، اجيب الثاني والثالث على طول. صحيح. بس لازم تحصل تغييرات، النادي الاهلي مفتقد للعمق الهجومي. صحيح. واحد زي محمد رأفت وحسام عادل، الاثنين دول بصراحه ما يقعدوش دكه، يعني ابرز الموجودين على البدلاء محمد يشاركوا، محمد رأفت، هشام مصطفى، حسام عادل، الثلاثه دول. حسام عادل ليه؟ انا ممكن الماتش يتأزم مني وتفضل 1-1، هحتاج راسين حربه. لازم تقدم الظاهرين يا كابتن اسامه. سواء الباك رايت يوسف جمال، انا ما شفتوش بيتقدم خالص، بيعمل عرضيات معرفش ليه. طارق فوزي العرضيه الوحيده اللي عملها في الدقيقه 30، لو جبناها دي كانت احسن هجمه للنادي الاهلي في الشوط الاول. صحيح. اللي هي الراسيه بتاعت محمد عبد الله لعبها له طارق فوزي، اللي هي العرضيه من الشمال في الدقيقه 30 والثانيه 32، طريقه يعني مش جيده، بس دي احسن هجمه. ليه انا ما اعملش كده؟ ليه ما اعملش عرضيه من اليمين وعرضيه؟ ما هو متكتل دفاعي، حلك عشان تعمل التكتل ده ايه؟ عرضيات من الظاهرين، تسديد زي الجون اللي احنا شفناه لفارس خالد، يا اما حل فردي يا اما ضربه ثابته. هاكد على كلامك احمد في حته التكتل الدفاعي، هو المحله بتعمل ايه؟ هو اول ما الكره بتتقطع بيرجع لنص ملعبه، بنساعده كمان في الحته دي يا اسامه، ان احنا في البطء اللي التحضير من ورا طبعا بيبتدي يرجع كله خلاص بتعمل مسافات ضيقه، عشان افك التكتل الدفاعي ده لازم يبقى الطرفين دولت على الخط لامسين الخط، افتح الملعب عشان ياخد بس المساكين شويه يبعدوا عن بعض، ويلعب باثنين راس حربه زي ما احمد قال، يلعب يعني مثلا حسام عادل ومع محمد رأفت، لازم يلعب بالحته دي ويفتح خالص الطرفين، ويبقى في تكمله بقى اختراق من جوه. في حاجه كمان، نقطه تضييع دي الوقت، دي الهجمه اللي انت كنت طالبها دكتور ثابت، هي من الشمال كانت عرضيه، ايوه هي دي العرضيه، باك ليفت طارق فوزي اتعملت، ومحمد عبد الله. بص يعني حضرتك ده اول تقدم في الدقيقه 30 للباك ليفت، هنا بقى محمد عبد الله لازم اقف عندها. طبعا هنا النهارده وانت بتلعب الكره هنا لازم على يمين حارس المرمى، ما ينفعش ان انا الف رقبتي، لازم بالجبهه تطلع ضعيفه بالحته دي، في الزاويه اللي جايه منها العرضيه، نفس الزاويه اللي جايه منها هي دي، عشان دي بتدي قوه للكره، بتدي قوه للكوره وبتبقى صعبه على الحارس طبعا. فانت دي اول تقدم للنادي الاهلي من الظاهرين، كان من الباك ليفت في الدقيقه 30 في فرقه عامله عليك تكتل. لا انا اعمل عرضيات من بدايه الماتش. بص لو وقفنا كام واحد يا اسامه، ازرق 3-4-5-6-7-8 صح، تكتل عشان كده لازم صرف في نقطه تضييع الوقت. لكن من النقط اللي جابها، خليك تكمل نقطه اضاعه الوقت، النقط اللي جابها في الشوط الاولاني، هدف فارس خالد، هدف من الاهداف الحلوه طبعا. زي ما الدكتور ثابت قال، توقيت الهدف في الوقت المناسب،
لكن عنصر التسديد او مهاره التسديد اللي قال عليها ضيوفك دي من الحلول المهمه جدا. ده هو الحل الاساسي يا اسامه. اه ده معانا. طب هات لنا هدف الاهلي، هدف الاهلي. طيب هيكون معانا الهدف. نقطه اهدار الوقت يا كابتن اسامه، لعيبه غزل المحله بتضيع وقت كتير، والحكم حسب 4 دقائق وقت بدل ضايع بس. صحيح. لا كان ممكن يحسب اكتر، انا شايف ان هو كان ممكن يبقى 7 أو 8 وهيعمل كده اكتر، وهيعمل كده الشوط الثاني عشان كده لازم. ده الهدف، ده الهدف. اتفضل يا كابتن. عندنا الاستحواذ، عندنا اتفضلوا يا كابتن. اتفضل يا تحشيش. طبعا الباصه هي الهدف، هو اساسه في التوقيفه مع اللفه. خلاص بعد، خلاص بقى حر، بقى قدام واجهه ال 18، خد قرار التصويب حطها حلو بصراحه يعني، ودي كان لازم نشوف اللقطه دي نشوفها اكتر من مره. مش مره واحده كده، لان في ناس برضو يعني شاطوا من الاطراف ما كانش فيها دقه بتطلع عاليه. التصويب بيبقى اخطر لما بيكون من نص، من نص ال 18 بيديله، بيبقى الجون، الجون مفتوح بالنسبه. بص هنا مين اللي في الهدف هنا دكتور ثابت؟ محمد عبد الله اللي بيلعب طرف يمين، دخل في عمق الملعب. هو بدل الاماكن في بعد نص ساعه. اللامركزيه اللي اتكلمتوا عنها احلى حاجه في الجون ده، النظره اللي خدها فارس خالد. ايوه. ارجع ثانيه واحده بس، اخد نظره ودى المدافع اللي في ظهره في جنب وشاف ان هو هيتحرك عشان يوسع شويه، عشان يوسع شويه ويغير جسمه. صحيح. يغير اللفه اللي خدها دي، ضحك فيها على المدافع وخدها الناحيه الثانيه وشاطها كمان. عنده على فكره ده الجون الثالث لفارس خالد في الدوري. بقى هو جايب 3 تجوان، واحمد خالد كباكا 3 تجوان، ومحمد رافض 5 تجوان، اللي انا شايف ان هو لازم ينزل على طول بين الشوطين ما نتاخرش في التغييره دي. تمام. كابتن حشيش، اول حاجه هيقولها كابتن حسن محمد للاعيبه بين الشوطين عشان اول ما ينزلوا ارض الملعب لازم الكلام ده يتنفس. اول حاجه لازم يبقى في حماس وفي اراده وتصميم على ان انا اروح اجيب الهدف الثاني عشان افتح المباراه، لان المحله لو جه فيها جون في بدايه الشوط الثاني هتضطر تهاجم وتفتح شويه التكتل، لان هو بالنسبه له 1-1 مع النادي الاهلي في ملعب النادي الاهلي بالنسبه له نتيجه كويسه. ثاني حاجه وهي الاهم هي الريتم السريع. الكوره عشان تقدر تخلق فرص وتعمل مساحات لازم يبقى فيه رتم سريع، وخصوصا من الاثنين المساكين، لان زي ما قلنا المحله بترجع لنص ملعبها بدايه المساحات. اقدر اكسر الحته دي بان انا ازود الريتم. كذلك برضو ما ينفعش الراجل ده بص واخد كم مسافه، مساحه يعني كبيره، مساحه كبيره جدا جدا، فاضي ما حدش قابله، فجوه نص الملعب. بص حضرتك لو رجع الكره دي من الاول دكتور ثابت، الكره الثانيه دي بتيجي نتيجه تقارب الخطوط. صح. ان خط الظهر طالع في ظهر نص الملعب. بص يا كابتن الفجوه قد ايه في وسط الملعب. هي دي اللي انا بتكلم فيها، ان انت وسط، انت بتلعب بثلاثه بس مالهمش يعني، ما تحسش بدورهم. الكرة الثانيه اللي حضرتك بتتكلم عليها الادوار مش واضحه يا احمد. الادوار مش واضحه يعني. انا العب باثنين احسن وقدامهم صانع العاب. دي مهمه جدا اللي انت قلتها. يعني مطلوب ان كابتن ممكن حسن ممكن يغير طريقه، لازم اغير طريقه اللعب. افضل يلعب 4-2-3-1 3-1. ولو لقينا النتيجه لسه تعادل، انا انزل راس حربه ثاني حسام عادل في اخر نص ساعه او اخر ربع ساعه، احولها 4-4-2. بس ده كمان مهم جدا مع ايه؟ مع تقدم الظهرين. ما ينفعش العب براسين حربه والباكين ما بتعملهمش عرضيات. طب من وجهه نظرك يا دكتور ثابت، مين اللي ممكن من البدلاء ينزل ومين اللي يخرج من الملعب؟ اول واحد لازم ينزل محمد رافض مكان شهاب الدين. محمد رافض لا لازم تبقى اول تغييره. التغييره الثانيه هشام مصطفى مكان احمد وحيد، واسيب احمد خالد كباكا وفارس خالد جنب بعض. وعندي يوسف سيد عبد الحفيظ ممكن ينزل مكان يوسف جمال ناحيه اليمين. وحسام عادل ينزل مكان برضه في اخر ربع ساعه، لو لسه النتيجه تعادل انزل، يبقى انا لعبت بمحمد يعني رافض وحسام عادل. تبدا الثلاثه من محمد رافض، هشام مصطفى، يوسف عبد الحفيظ. ابدا الاول بتغييرين، محمد رافض لازم، محمد رافض وهشام مصطفى. دول اول اثنين تنشيط الناحيه الهجوميه. تنشيط الناحيه الهجوميه. بعد شويه اشوف يوسف جمال لو ما قدرش يعمل لي الزياده الهجوميه، لان انا ما شفتوش عمل عرضيات خالص. لو ما قدرش يعمل العرضيات انزل يوسف سيد عبد الحفيظ ينزل كباك رايت يعمل لي حته العرضيات. بعد شويه يبقى عندي حسام عادل حل تاني، مهاجم برضو جايب 3 اجوان في الدوري، يقدر يبقى حل جنب محمد رافض. كابتن حشيش، تقييمك لخط الظهر طارق فوزي، عبد الله بستانجي، احمد عبدين، يوسف جمال، خاصه ان اثنين مساكين، عبد الله بستانجي، احمد عبدين. في بطء شويه، شفت برضو كذا كره في العالي، لازم يعني يبقى في جديه اكتر من كده. زي ما بقول لك الكره مثلا الهدف اللي جه فينا، ما اكون مضغوط عليا وفي هجمه عليا، لازم لما اطلع الكوره يطلعها في الاوت، يطلعها في نص الملعب الثاني، عشان لو تردت عليك تبقى انت لسه واخد مكانك. انما لما بتطلع الكوره بتتقطع في نص ملعبك، بيبقى الديفنس طالع، زي ما شفنا الراجل سرق وراح على الجون طبعا،
هي غلطة طبعا حارس المرمى، بس برضو الراجل يعني لما الكرة اتقطعت في نص الملعب اتلعبت بينية، الراجل كان لوحده كان رايح، كان ممكن تتلعب أبطأ من كده والراجل يلحقها ويبقى انفراد. زي ما بقول لك الجدية شوية، الريتم لازم يبقى أسرع، لازم الكرة لما أخدها من حارس المرمى لازم ألعبها على طول في العمق قدام، ما ينفعش الكرة اللي بالعرض دي، لأن بتدي اريحيه للفرقه الثانيه انها تاخد مكانها وترجع وتعمل التكتل الدفاعي. كان في كان حاجة. في كمان تغييره كان بيعملها مانو الجوزيه في وقت اللي هي لما تبقى مزنوق دفاعيا بالشكل ده، اسحب باك خاصه ان الباكين مش مدين لك الزياده الهجوميه، وانزل حسام عادل جنب محمد رأفت العب براسين حربه، انا عملت ضغط اكتر على غزل المحله. 3-5-2 مثلا. طيب عشان بيقولوا لي دلوقتي ان الفريقين نازلين ارض الملعب، كل الامنيات وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني يقدروا يحققوا فيه الفوز بإذن الله. نروح لفاصل، وبعد الفاصل معلقنا المميز تامر عبد السلام، ونشوف حضراتكم بعد نهاية اللقاء.